نشرة إخبارية مفصلة من أورينت نيوز، ونبدأها بأهم العناوين. جرحى مدنيون بقصف مكثف لميليشيا أسد على كفر نوران غرب حلب. الفصائل العسكرية تستهدف مواقع لميليشيات أسد والاحتلال الروسي في داديخ جنوب إدلب. قتلى وجرحى لميليشيا حزب الله شرق حماة، وهجمات جديدة لتنظيم داعش على مواقع الميليشيات الإيرانية شرق حمص. سوريا تصل إلى ذروة الموجة الرابعة من كورونا، ومستشفيات دمشق واللاذقية تبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى. استمراراً لجرائم نظام الملالي، منظمة السجون تقر بمقتل سجينين اثنين في سجون طهران. الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطيح بتكتل ميركل في الانتخابات التشريعية الألمانية. أهلا بكم. أصيب عدد من المدنيين بقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة لميليشيا أسد على بلدة كفر نوران غرب حلب. وأفاد ناشطون باندلاع اشتباكات بين الفصائل العسكرية والميليشيا، ويأتي التصعيد بعد يوم من إعلان الفصائل مقتل عدد من عناصر أسد باستهداف مقر لهم في ذات المحور. إلى إدلب، حيث أعلنت الفصائل العسكرية استهداف مواقع لميليشيا أسد والاحتلال الروسي في داديخ جنوب المحافظة. إلى ذلك، كثفت ميليشيا أسد قصفها على قرية مجدلية جنوب إدلب وبلدتي القاهرة والعنقاوي بسهل الغاب غرب حماة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف محمد الفيصل، مراسل أورينت مباشرة من ريف إدلب. مرحبا بك محمد. بداية، تفاصيل أكثر حول قصف ميليشيا أسد على بلدة كفر نوران، وما حجم الخسائر؟ نعم ماجد، كثفت ميليشيا أسد الطائفية قصفها على كفر نوران في ريف غربي، الذي أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، 5 إصابات بين المدنيين ودمار في الممتلكات الخاصة بالمدنيين. هذه الميليشيات استخدمت في قصفها للبلدة الصواريخ والمدفعية الثقيلة، مستهدفة الأحياء السكنية بشكل مباشر. إلى ذلك، ردت الفصائل المقاتلة على مصادر إيران، واستهدفت تمركز ميليشيا أسد الطائفية في هذه البلدة أو على أطراف هذه البلدة عفوا، والمقاتلة التي خرجت من هذه الصواريخ. وقالت الفصائل أنها حققت إصابات مباشرة في ميليشيا أسد الطائفية، ودارت اشتباكات أيضا بين الفصائل العسكرية وميليشيا أسد الطائفية في على هذا المحور. وكانت أيضا دارت اشتباكات متقطعة ليلة البارحة بين الفصائل المقاتلة وميليشيا أسد الطائفية على ذات المحور. إلى ذلك، أيضا استهدفت الفصائل المقاتلة مواقع لميليشيا أسد الطائفية في منطقة داديخ في ريف إدلب أو شرق إدلب. أيضا قالت الفصائل بأنها حققت إصابات في صفوف هذه الميليشيات أو في نقاط هذه الميليشيات، وكبرتها خسائر في صفوفها. إلى ذلك، أيضا تواصل ميليشيا أسد الطائفية قصفها لقرى وبلدات ريف إدلب ومختلف المناطق، حيث استهدفت هذه الميليشيات منطقة أو قرية مجدلية بريف إدلب، في حين أيضا استهدفت بلدتي القاهرة والعنقاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي. وتركزت أيضا وركزت هذه الميليشيات قصفها كالعادة على مناطق جبل الزاوية، حيث استهدفت مناطق كفر عويد وكان صفرة وعدة مناطق أخرى أيضا في جبل الزاوية. يأتي هذا الاستهداف أيضا تزامنا مع تحليق لطيران الاحتلال الروسي وتحليق لطيران الاستطلاع الذي لا يفارق أجواء المنطقة نهائيا. محمد الفيصل، مراسل أورينت، حدثنا مباشرة من ريف إدلب، شكرا جزيلا لك. قتل 3 من عناصر ميليشيا حزب الله اللبنانية، وأصيب آخرون في كمين نصبه مسلحون من تنظيم داعش لدى مرور رتل لها على طريق عقربات القساطل شرق حماة. إلى ذلك، شن التنظيم هجوما بقذائف الهاون والصواريخ على معسكر تليلة التابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية تدمر شرق حمص، ما أسفر عن خسائر لم تعلن عنها الميليشيا.
في حين امتنعت طائرات الاحتلال الروسي عن تقديم الدعم الناري للميليشيات الإيرانية، حيث حلقت في سماء البادية دون تنفيذ أي غارات على مواقع التنظيم. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب أحمد الشبلي، ناشط إعلامي مباشرة من غازي عنتاب. مرحبا بك أحمد. بداية، قتلى وجرحى لميليشيا حزب الله على يد داعش، ما التفاصيل وحجم الخسائر؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي أخي ماجد. بالنسبة لمنطقة عقربات القسطل، نعم، قتل 3 عناصر من ميليشيا حزب الله، يتوقع أنه بينهم هناك قيادي. هذه المنطقة أخي ماجد تمتد من عقربات القسطل الوسطاني والقسطل الشمالي والقسطل الغازي لبادية أثريا، كل مدة يقتل فيها عناصر، وحصرا هؤلاء العناصر من الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله. المنطقة هذه يوجد فيها روس، أثريا تسيطر عليها الروس بشكل كامل ومحيطها، وهذه المنطقة منطقة عراق الصراحة بين الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله وحتى الميليشيات الروسية. الميليشيات الروسية تجند الكثير من الشبيحة في هذه المنطقة، كل مدة اغتيالات. هذا الكمين يتوقع بأنه ليس لتنظيم داعش. نعم، شن تنظيم داعش هجوما، ولكن هذا الكمين يتوقع بأنه شبيحة يتبعون الميليشيات الروسية في هذه المنطقة، يحاولون إبعاد الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله عن هذه المنطقة، فيما شن التنظيم هجوما كما ذكرت قبل قليل بقذائف الهاون والصواريخ على معسكر تليلة. هذا المعسكر يقع بالقرب من مطار تدمر، شرقي مدينة تدمر، شرقي حمص. وهناك إصابات كما وردنا في ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، فيما شن التنظيم أخي ماجد يتواجد في بادية الصبخة، في بادية السخنة، وفي بادية تدمر، بادية جبل البشري، وبوادي دير الزور، ولكن التنظيم قليل جدا في بادية أثريا، لأن هذه المنطقة كلها تسيطر عليها ميليشيات إيرانية، فيما أعلنت ميليشيات لواء القدس اليوم مقتل 6 عناصر بالقرب من جبل العمور شمال مدينة تدمر شرق حمص، ونشرت صور لهم. هذه القتلى الذين قتلوا بالقرب من جبل العمور وفي معسكر ليلى، هذا يتوقع بأن التنظيم شن هجوم على هذه المناطق، لأن التنظيم يتواجد بكثافة في هذه المنطقة وشرقها امتدادا إلى بادية السخنة وبادية تدمر، ولكن الهجوم الذي في نقطة في 10 ثواني استهدف عناصر ميليشيات حزب الله، كما وردني أنا كشخص من المنطقة، بأن الروس هم من يعملون اغتيالات على هذه الميليشيات لإبعادها عن هذه المنطقة. إذن هناك صراع روسي إيراني على المنطقة، ما دور النظام في هذا المحور؟ وخاصة هناك مصادر تقول بأن الروس وطيرانهم لا يساند الميليشيات في هذه المنطقة، لماذا؟ إذا كانوا يقتلونهم في بادية أثريا، كيف تريد أن يساعدوهم في منطقة جبل العمور؟ نحن نعرف كيف أصبحت المعارك، وكيف الطيران الروسي يساند من؟ ويساند ميليشيات الدفاع الوطني، ويساند ميليشيات لواء القدس المدعومة منه، ولا يساند، حتى بعض الأحيان لا يساند ميليشيات النظام. لا يوجد نظام أخي ماجد، تعرف أنه لا يوجد نظام. الذي يسيطر على البوادي من بوادي حمص إلى العراق كلها ميليشيات إيرانية، ميليشيات روسية، ميليشيات حزب الله، وميليشيات من العراق موجودة في هذه البادية، تقتل رعاة أغنام وتقتل مدنيين وتقتل مدنيين. منطقة عراق بين الميليشيات لقتل المدنيين في هذه البوادي، 106 رعاة أغنام قتلوا خلال عام في هذه المنطقة الممتدة من أثريا إلى بادية دير الزور. شكرا الناشط الإعلامي أحمد الشبلي، حدثنا مباشرة من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. توفي شخص وأصيب 13 آخرون بحروق إثر اندلاع حريق في فندق لؤلؤة الشرق الواقع في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ولم تكشف قيادة شرطة دمشق التابعة لنظام أسد عن أسباب الحريق أو هوية الضحايا، في حين رجح ناشطون أن يكونوا من الزوار الشيعة، حيث تشهد المنطقة توافد الآلاف منهم لإحياء ما يسمى بأربعينية الحسين. سجل فيروس كورونا أرقاما جديدة في سوريا، حيث أعلنت وزارة صحة حكومة أسد بلوغ ذروة المرحلة الرابعة من انتشار الفيروس، ووثقت الوزارة 442 حالة جديدة في أعلى حصيلة يومية تشهدها مناطق نظام أسد منذ بدء الجائحة. إلى ذلك، بلغت نسبة الإشغال في مستشفيات دمشق واللاذقية ومراكز العزل الخاصة بالفيروس أعلى قدرة استيعابية لها، ما دعا المواطنين للبحث عن مستشفيات أخرى في حمص وحماة.
اعترفت منظمة السجون الإيرانية بوفاة معتقلين اثنين في سجون طهران خلال الأسبوع الماضي، وزعمت المنظمة أنها ستفتح تحقيقاً لمعرفة أسباب الوفاة بعد عرضهما على الطب الشرعي، ويأتي ذلك استمراراً لجرائم نظام الملالي بحق المعتقلين السياسيين، حيث نددت منظمة العفو الدولية بممارسات المسؤولين عن السجون الإيرانية وإفلاتهم من العقاب. يستمر آلاف التونسيين بالتظاهر في العاصمة التونسية احتجاجاً على القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وصفين إياها بالانقلاب. ونطلب بكل لطف من قيس سعيد يتراجع القرارات اللي خذاها ويرجع للصندوق ويرجع للشرعية. مجلس النواب هذاك مصدر التشريع، مصدر التشريع نتاعنا، كان يتنحى هذاك تولي فوضى. اليوم جيت باش نقول يا قيس سعيد ماكش رئيسنا، يا قيس سعيد راك ما عادش رئيس دوبوي اشهر، وتوا زدت لو 25 زدت اكدتها لي ماكش رئيس تونس. احنا ما عندناش رئيس كونترنا، هذا رئيس جاء ضد الشعب، ضد ما يريد الشعب، الشعب يريد اللي انتخبهم. انت مشيت لحيتهم، يرجعنا الدستور واحنا ننتخبوا، الشعب ينتخب، كل واحد حر. ما عجبتناش اللي تعديه وكل، اعطينا حريه ننتخبوا للصندوق كما الدول الديمقراطيه الكل. فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالانتخابات التشريعيه في المانيا متفوقا على التحالف المسيحي المحافظ الذي تنتمي اليه المستشاره انجيلا ميركل، وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7% كأفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 24.1% بعد 16 عاما من الحكم. نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني orient-news.net. طابت أوقاتكم بأمان الله.